مشاهدين أهلا بكم. بصيص من الأمل تمنحه دودة الآر نيكول للمصابين بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19. لقد وافقت الوكالة الفرنسية لسلامة الأدوية على السماح بإجراء اختبارات لمادة مستخرجة من دودة الآر نيكول واستخدامها كناقل أكسجين لأشخاص وضعوا في الإنعاش نتيجة نقص الأكسجين في الدم. وقال مختبر هيرمارينا الذي يديره عالم البيولوجيا الفرنسي فرانك زان إنه بدأ في إرسال مادة هيموثنين لاي المستخرجة من هيموغلوبين دودة الآر نيكول الدودة الرملية إلى كل من مستشفى جورج بومبيدو ومستشفى أبيتيه سال بيتيرير لاستخدامها كناقل للأكسجين لدى أشخاص يعانون من نقص الأكسجة في الدم تزامنا مع تفشي فيروس كورونا في البلاد. تؤكد الدراسات التي قام بها المختبر إن الهيموغلوبين لدى الدودة الرملية يساهم بنقل الأكسجين أكثر بأربعين مرة من الهيموغلوبين في جسم الإنسان. وأكدت وسائل إعلامية فرنسية أن 10 مرضى سيخضعون لتجارب المادة المذكورة في المستقبل القريب. شكرا لكم لمشاهدة هذا الفيديو. إذا أعجبكم هذا الفيديو اتركوا لنا تعليقاً.